الأيام دي بتشهد مدينة بور فؤاد انتشار لأعداد كبيرة جدا من طائر الفلامينجو، وده مؤشر قوي على استعادة التوازن البيئي في المنطقة. ليه؟ لأن طائر الفلامينجو دايما بيرتبط بالبيئات الصحية اللي بتكون بيئات خالية من التلوث، خالية من التأثيرات السلبية، بعيدة كل البعد عن المصادر الخاصة بتلويث الهواء. خلينا نتعرف على قصة طائر الفلامينجو، جه امتى لبور فؤاد وجولته عامله ازاي؟ الدكتور اسامه الجبالي مدير مشروع الطيور الحوامه في وزاره البيئه بيصاحبنا عبر الهاتف. اهلا بحضرتك يا فندم. صباح الخير، صباح الخير عليكم جميعا. اهلا بحضرتك. خلينا ننطلق من اسباب انتشار الاعداد الكبيره من طائر الفلامينجو في بور فؤاد. ليه والسبب الرئيسي في وجودها في هذه المنطقه؟ طيب، طائر الفلامينجو مميز ان هو حجمه كبير نسبيا واشكاله جميله جدا، فبيعمل عامل جذب كبير. وخلينا نتكلم الاول على موقع مصر الجغرافي الفريد اللي بيربط بين قارات اوروبا واسيا مع افريقيا. وعندنا عده مسارات للهجره، بيهاجر من خلالها اكثر من 500 مليون طائر كل سنه، منهم مسار هجره البحر الاحمر، 500 مليون يا فندم، البحر المتوسط، انت قلت 500 مليون ونهر النيل، انت قلت 500 مليون يا دكتور؟ نعم، حضرتك قلت 500 مليون طائر. 500 مليون طائر تقريبا، في حدود 500 مليون طائر بيهاجروا عبر المسارات المختلفه لمصر. فمصر عشان موقعها الفريد وتعدد بيئاتها فهي عامل جذب. ده سنويا طبعا يا دكتور، صح؟ نعم، ده سنويا. سنويا في السنه، في موسم الهجره المختلف نص مليار طائر. المواسم الرئيسيه الربيع والخريف، وبعدين في موسم كمان هجره الشتاء، الموسم الشتوي اللي احنا فيه حاليا دلوقتي. فبينتشر في الساحل الشمالي البيئات الرطبه اللي هي البحيرات الشماليه، عندنا بحيره المنزله وايدكو والبرولوس والملاحات، وكمان عندنا في مصر عده بحيرات زي بحيره قارون والبردويل، وفي اسوان بحيره ناصر. فدي كلها عوامل جذب رئيسيه البيئات الرطبه للتغذيه. فعندنا مثلا بحيره اللي هي الملاحه بتاعه بور فؤاد اللي هي بيتجمع عندها طائر الفلامينجو، دي مميزه بان هي اولا منطقه فيها تنوع بيولوجي عالي جدا، نظرا لان هي دي بمثابه يعني محميه طبيعيه زي ما الناس بتقول يا دكتور لهذا الطائر، فيها بيئه الاراضي الرطبه وبيئات مختلفه، فبتتميز بان هي بعيده عن التلوث، بيئه صحيه جدا. والطيور بتعتبر واحده من اهم مؤشرات صحه النظم البيئيه، يعني انا بقيس صحه النظام البيئي بتنوع وجود الطيور فيه. فطائر الفلامينجو اترصد السنه دي باعداد ملحوظه، اعداد كبيره، يمكن الافات، عده الافات، وهي في الحقيقه طائر مهاجر بيجي بيقضي الشتاء وبيعدي على مصر، سواء ممكن يكمل رحلته ناحيه افريقيا. مهاجر من اوروبا لافريقيا مرورا بمصر يا دكتور؟ اتفضلي. مهاجر من اوروبا لافريقيا مرورا بمصر. اوروبا واسيا، بيجي من اوروبا واسيا، من جنوب اوروبا وشرق ووسط اوروبا كمان واسيا الى افريقيا. طب ليه في علاقه ما بين وجود طائر الفلامينجو وما بين مدى صحه النظم البيئيه؟ فهمنا. طيب، هي بصفه عامه الطيور مؤشر لصحه النظام البيئي، بمعنى ان لو النظام البيئي ده سليم، في تنوع البيولوجي بتاعه عالي جدا، يعني الطائر هينزل ياكل ويشرب وما يعياش، ما يمرضش، ما فيش تلوث فيه، فالطيور فعلا هتبقى موجوده فيه. يعني مثلا لو انا عندي بيئه بحيره، مثلا البحيره دي بتجذب انواع من الطيور، واستمرار هذه الظاهره برضو يا دكتور دليل على استمرار صحه هذا النظام البيئي، لانه دي مش اول مره، الكلام ده شفناه في 2019 وشفناه قبل 2019 صحيح. كمان صحيح. وفعلا البحيره الملاحه معلنه كمنطقه هامه للطيور من قبل مجلس العالمي لحمايه الطيور بيرد لايف انترناشونال، وهي منطقه هامه للطيور فعلا لانها منطقه جاذبه، وفعلا اترصد فيها تنوع كبير في في في, في التنوع البيولوجي اللي موجود، سواء بقى قشريات، حشرات، نباتات بريه، نباتات مائيه. ففعلا البيئه بتاعت الملاحات دي بيئه جيده جدا للطيور، فعشان كده الطيور بتيجي تتغذى، تلاقي اكلها فيه، تلاقي ان هي بيئه رطبه تقدر تستريح. يعني الطائر بيقعد في البيئه ليه؟ عشان يستريح وياكل او يتكاثر. فدي بيئه مناسبه جدا للملاحات في بورسعيد، ويمكن كمان في شهر ديسمبر، في 22 ديسمبر فيه مهرجان لمشاهده الطيور وتصويرها في محميه اشتوم الجميل في بورسعيد بالتعاون مع وزاره البيئه وهيئه تنشيط السياحه ومحافظه بورسعيد. طيب، فالمنطقه فعلا منطقه هامه جدا لسياحه مشاهده الطيور كمان، و يعني البيئه الموجوده في بورسعيد
الملاحه دي اللي هي معلنه منطقه هامه للطيور هي جيده جدا وصالحه لاستقبال الطيور وعدم التاثير عليها باي مسبب للتاثير عليها سلبيا يعني. طب سؤال اخير يا دكتور، حد هيقول لك هو كده كده ده مسار هجره الطيور وملوش علاقه بالتوازن البيئي ولا بمجهودات الدوله المصريه في يعني تطهير هذه المنطقه، وانه عملته ما عملتوش هو هيمشي في نفس المسار، رد حضرتك؟ لا طبعا التاثير السلبي بيبان بقى، يعني الطيور مثلا لو البيئه مش مناسبه ليها او بيئه ملوثه او بيئه شديده التلوث او ما فيش اي مجهودات بتتعمل هنلاقي ان الطيور دي اعدادها بتقل، احنا قلنا هو مؤشر على صحه النظم البيئيه، فممكن نلاقي الاعداد تقل او ان الطيور بتموت فيها مثلا، يعني هنلاقي تاثير سلبي واضح، يعني الكاميرا اللي بترصد الافات الطيور اللي واقفه وتعكس الجمال اللي موجود وتعكس ان فعلا في تنوع كبير، ده بيدي مؤشر كبير جدا ل او قياس لان البيئه صحيح. دي بيئه سليمه صحيح. منضبطه فيها بتراعي الحدود الدنيا من التوازن البيئي، فلا ترى الطيور ميته، الاعداد بتزيد كل سنه، يمكن السنه دي اعداد الفلامنجو ظهرت اعداد كبيره جدا جدا، والصور كمان موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي يا دكتور، صور الصراحه تشرح القلب صحيح. من اشتوم، يعني صور جميله جدا لهذه المحميه الطبيعيه لطائر الفلامنجو، استمرار يعني وجود هذه الظاهرة دليل على صحة هذا النظام البيئي لطائر الفلامينجو. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أسامة الجبالي مدير مشروع الطيور الحوامة بوزارة البيئة، شكرا جزيلا على وجودك معنا يا دكتور.